وحول نفوق الأسماك في ميسان ينضم إلينا الناشط البيئي أحمد صالح نعمة. أهلا بك سيد أحمد. يعني إذا كنت تسمعني سيد أحمد، طيب ما هي أسباب نفوق هذا العدد الكبير من الأسماك في أحد أنهار ميسان؟ السلام عليكم، شكرا جزيلا على الاستضافة. مؤكدا السبب الأول والمباشر هو نقص الإطلاقات المائية الذي يتسبب بنقص الأكسجين، والذي يتسبب بزيادة التراكيز الملحية والسمية داخل المياه، بالتالي يتسبب بإيقاف يعني جريان الماء، مما يحول القناة إلى بركة راكدة، يعني تزداد نسبة التفسخ بها بشكل كبير جدا، مما يتسبب بزيادة بالتدهور. اليوم الآن يعني منذ دقيقتين دخلت إلى البيت، كنت في مكان الحادثة، ويوم أمس أيضا كنت في مكان الحادثة. يعني رافقنا دكتور باسم عربي اللي هو مدير مستشفى البيطري في ميسان، وأخذ عينات من الماء وأخذ عينات من الحيوانات النافقة الأسماك، بالتالي كانت الأسباب يعني وجدنا أنه نسبة الأكسجين في الماء، النسبة الطبيعية من 5 إلى 10، والنسبة المقبولة ولكن بحرج هي 2.5 إلى 5. احنا وجدنا نسبة الأكسجين هي 0.5 من العشرة، فبالتالي يعني تقريبا ماكو أكسجين، فلا وجود ل المخاوف من أن يكون هناك تلوث من غلاصم، التهاب الغلاصم، ولا تخوف من أن يكون هناك فعل فاعل، أي أنها لم يرمي أحد سموم بهذه المنطقة. طيب يعني سيد أحمد، كيف يمكن معالجة يعني هذه المشكلة التي ذكرتها قبل قليل، هي قلة نسبة الأكسجين في المياه التي تسببت كما ذكرت بنفوق هذا الكم الهائل من الأسماك، كي لا تتكرر في أنهار أخرى؟ يعني لا حل سوى إطلاقات مائية إضافية، والإطلاقات المائية الإضافية يعني صعبة وحرجة على الحكومة العراقية، على اعتبار أنه الخزين المائي العراقي كل جدا متدهور، فبالتالي يعني الحل صعب على الحكومة، وبالتالي يجب أن تكون هناك إطلاقات متناوبة، يعني مرة يطلقون بهذا الاتجاه حتى يسوون ريفرشمنت، ومرة أخرى بغير اتجاه. يعني من الممكن فقط هذا الحل، أنه مراشنة متناوبة،